مرحبا حبايبي طلاب الصف السادس، اليوم راح نشرح موضوع جديد اللي هو موضوع جزم الفعل المضارع. أخذنا إحنا قبل نصف السنة موضوع رفع الفعل المضارع وموضوع نصب الفعل المضارع. عرفنا إنه الفعل المضارع يرفع إذ لم يسبق بأداة نصب أو جزم وعلامة رفعه الضمة، وكذلك ينصب إذا سبق بأداة نصب وتكون علامة الفتحة. اليوم موضوعنا هو الجزم. يجزم الفعل المضارع بأدوات اللي هي لم تفيد النفي، ولا الناهية تفيد النهي. لم ولا هي أدوات الجزم، أما علامة جزم الفعل المضارع فهي السكون، ورسمها يكون بهذا الشكل دائرة صغيرة نهاية الفعل. نلاحظ المثال: لم ينقطع نزول المطر. الفعل المضارع هو ينقطع، سبق بأداة جزم، هذه الأداة هي لم اللي تفيد النفي، حيكون إعرابها أداة جزم ونفي تجزم الفعل المضارع. الفعل ينقطع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. أما كلمة نزول فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والمطر مضاف إليه. نلاحظ المثال الثاني: ازرع ولا تقطع. الفعل المضارع هو تقطع، مسبوق بأداة نهي وأداة الجزم اللي تفيد النهي. ازرع فعل أمر مبني على السكون، لا تقطع لا أداة جزم ونهي تجزم الفعل المضارع. أما الفعل المضارع تقطع فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. من هذا أنه نعرف أن الفعل المضارع إذا لقيته مسبوق بلم أو لا فيكون مجزوم، علامته هي السكون اللي هي دائرة صغيرة نهاية الفعل المضارع. بقى شيء واحد، أنه لازم إحنا نفرق بين لا النافية ولا الناهية. شلون راح نفرق بيناتهم؟ من خلال الفعل المضارع. لا الناهية اللي هي تجزم الفعل المضارع، هنا أنا عندي هاي اللا هي لا ناهية. شلون عرفتها ناهية؟ لأنه جزمة الفعل المضارع اجتني السكون نهاية الفعل المضارع. أما إذا لقيت الضمة نهاية هذا الفعل فتكون هي لا نافية. مثال: لا أقول إلا الحق. لا أقول، هنا اجتني هذه اللا، شلون راح أعرفها هاي نافية أو ناهية؟ باعوا الفعل المضارع أقول، العلامة هي الضمة، إذن هذه هي لا النافية وليست. حبايبي طلاب السادس، عندنا هنا التمارين: عين أداة الجزم والفعل المجزوم وعلامة جزمه. راح نسوي جدول بثلاث حقول: أول حقل بالأداة، ثاني حقل الفعل المضارع المجزوم، وبعدها علامة الجزم. هاي خطوات حل التمارين حتى يكون واجبنا هو حل التمارين. أما التمرين الثاني: ضع فعلا مضارعا مناسبا في المكان الخالي وبين علامة جزمه. احنا عندنا علامة الجزم هي علامة وحدها السكون، بقى بس انه تخلون فعل مضارع مناسب للجملة يناسب بالمعنى. التمرين الثالث: فرق بين لا الناهية ولا النافية في كل جملة مما يأتي، ثم بين علامة آخر الفعل المضارع بعد كل منهما. هذا هي الملاحظة اللي نبهتكم عليها، شلون أفرق بين لا الناهية ولا النافية. إنه إذا لقيت الفعل المضارع مرفوع فهاي لا النافية، أما إذا لقيته مجزوم بالسكون هي لا الناهية. ننتقل إلى التمرين الرابع المطلوب من عند الإعراب. وإحنا متعودين بالإعراب نسوي جدول الكلمة إعرابها، نعرف الجمل إعراب مفصل، ثلاث جمل عندنا. التمرين اللي بعده: استخرج من النص التالي كل فعل مضارع وإعربه. هنا ما حدد لي إنه يريد الفعل المضارع مرفوع أو منصوب أو مجزوم، فأي فعل مضارع ألقاه بالنص.